استنفار للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان ورفع حالة التأهب. الجيش حذر المزارعين في البلدات الشمالية من الاقتراب إلى الحدود خشية عمليات الخطف أو القنص، وسير دوريات حراسة ومراقبة ظاهرة ومخفية. كل هذا في أعقاب إصدار حزب الله بياناً أعلن فيه أنه سيرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً له على الحدود مع سوريا. إسرائيل تأخذ على محمل الجد تهديدات حزب الله ضدها، ودليل على ذلك هو إعلان حالة التأهب القصوى التي رفعت على الحدود الشمالية. إسرائيل نفذت غارة ضد أهداف لحزب الله على الحدود السورية، وذلك بعد دراسة وجاءت في أعقاب تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله لن يرد لأنه منغمس ومنشغل في الحرب الدائرة في سوريا، وإنه ليس بمقدوره أن يفتح جبهة أخرى مع إسرائيل حسب ما يقول المحللون. ولكن القيادة الأمنية الإسرائيلية هي الآن في حال تأهب، أما الشارع الإسرائيلي فهو يترقب ما قد يحدث ويؤمن أن حزب الله سينفذ ما يهدد به. رسمياً في إسرائيل لا يعقبون على تهديدات حزب الله بالرد على الغارة الإسرائيلية الأخيرة، إلا أنهم يأخذون على محمل الجد هذه التهديدات، وهم يتوقعون الضربة في أي مكان من العالم. من القدس، مجد الحلبي، MTV.